يا إخوان نحن نموت ونصبح تحت التراب لنصارع في الخير قبل الفور. يأتي يوم لا الدكتور ولا المهندس ولا العالم ولا الخطيب ولا التاجر ولا الكاسب ولا الأمير ولا الوزير يأتي منه أي شيء خلاص انتهى. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يقول في نهج البلاغة وفي الحقيقة أوصي الشباب كلهم بلا استثناء وأوصي الشابات بلا استثناء بقراءة نهج البلاغة من أوله إلى آخره ولو 20 مرة. الإمام أمير المؤمنين يقول ساع سريع نجا وطالب بطيء هاجا. لنفرض والعياذ بالله ولا سمح الله دار احترقت، هؤلاء الذين في الدار كلهم يريدون الفرار والهروب، هذا لا شك فيه، لكن فرق الشخص الذي يقفز ويركض ويعدو ينجو، أما ذلك الإنسان الثاني أيضا يريد الخلاص والهروب لكن تدريجا بهدوء يمشي، هذا تختطفه النار وتأكله. الإمام يقول هذا مثلنا، ساع سريع نجا وطالب، طالب هو طالب يطلب النجاة، وطالب بطيء راجع. الإنسان يجب عليه أن يسرع في الخيرات، أي خير يأتي من يده.